بسم الله الرحمن الرحيم. هندرس النهاردة المجموعة الخامسة من الشقوق القاعدية. دي المجموعة الخامسة من الشقوق القاعدية اللي هي بنسميها مجموعة كربونات الأمونيوم. هذه المجموعة بتضم أملاح الكالسيوم والسترانشيوم والباريوم. معظم أملاحها بتكون بيضاء اللون. أولا يا شباب، لو بدينا بأملاح الكالسيوم، الكالسيوم CA والتكافؤ بتاعه ثنائي، فهناخد مع الكاشف بتاع المجموعة محلول الملح وليكن كلوريد الكالسيوم اهو، مع الكاشف بتاع المجموعة كربونات الأمونيوم في وجود كلوريد الأمونيوم في وجود هيدروكسيد الأمونيوم، لازم الثلاثة مع بعض يا شباب، فيتكون راسب أبيض من كربونات الكالسيوم اهو، ده الراسب الأبيض اللي بيتكون. هذا الراسب يذوب في الأحماض المعدنية المخففة زي حمض HCl المخفف. التجربة اللي بعد كده، لو خدت محلول الملح أنا مع حمض الكبريتيك المخفف H2SO4 المخفف، فيتكون راسب أبيض من كبريتات الكالسيوم اهي، كبريتات كلوريد الكالسيوم اهو، المثال اللي أنا واخده الأملاح الكالسيوم في وجود حمض H2SO4 المخفف، فبيديني راسب أبيض من كبريتات الكالسيوم. التجربة اللي بعد كده، محلول الملح مع كبريتات الكالسيوم فلا يحدث ترسيب، وهذا التفاعل بيستخدم للتفرقة بين الكالسيوم والسترانشيوم والباريوم. يبقى في حالة الكالسيوم لا يحدث ترسيب خلاص. طب التجربة اللي بعد كده، محلول الملح مع محلول كرومات البوتاسيوم لا يحدث راسب من المحاليل المخففة أو المحتوية على حمض الخليج. التجربة اللي بعد كده، محلول الملح مع أوكزالات الأمونيوم فبيتكون راسب أبيض، هذا الراسب الأبيض عبارة عن أوكزالات الكالسيوم، بيكون شحيح الذوبان في حمض الخليك ولكنه بيذوب في حمض HCl. ادي المثال اللي احنا واخدينه كلوريد الكالسيوم، في وجود أوكزالات الأمونيوم على طول هيتحول ويتكون راسب أبيض من أوكزالات الكالسيوم، هذا الراسب زي ما قلنا شحيح الذوبان في حمض الخليك بس بيدوب في حمض HCl. طيب في اختبار تاني، الاختبار الجاف، وبرضو دي من الاختبارات اللي بنستخدمها للتفرقة بين أملاح بعض الأملاح المعينة. قال لي لو أنت جبت الأملاح تسخين مركبات الكالسيوم عن طريق ان انا بجيب سلك بلاتيني واحطه على لهب بنزين، وفي هذه الحالة احط عليه املاح الكالسيوم، فعلى طول بيديني لون احمر طوبي. يبقى الاختبار الجاف مع الكالسيوم، املاح الكالسيوم بيديني لون احمر طوبي. نخلي بالنا من الالوان عشان كل ملح بيدينا لون مختلف عن التاني. زي ما قلت لك، الكشف ده او التفاعل ده ممكن استخدمه في التفرقة بين بعض الاملاح. هندرس من املاح هذه المجموعة املاح الاسترانشيوم SR والتكافؤ بتاعه ثنائي. طبعا اول تجربة مع الكاشف اللي هو كربونات الامونيوم، في وجود كلوريد الامونيوم في وجود هيدروكسيد الامونيوم على طول هيتكون راسب ابيض من كربونات الاسترانشيوم اللي هي دي يا شباب، كربونات الاسترانشيوم اهو، ادي خدت كلوريد الاسترانشيوم مع الكاشف بتاع المجموعة كربونات الامونيوم في وجود كلوريد الامونيوم في وجود هيدروكسيد الامونيوم، فاداني راسب ابيض، هذا الراسب عبارة عن كربونات الاسترانشيوم، هذا الراسب بيذوب في الاحماض المخففة زي حمض HCl. طيب مع كبريتات الكالسيوم بيتكون راسب ابيض من كبريتات الاسترانشيوم بعد فترة او لما تيجي تسخنه، بعد فترة او لما تيجي تسخنه. التجربة اللي بعد كده، محلول الملح مع حمض الكبريتيك H2SO4 المخفف يتكون راسب ابيض من كبريتات الاسترانشيوم، ادي اهو كلوريد الاسترانشيوم في وجود H2SO4 المخفف، فبيديني كبريتات الاسترانشيوم عبارة عن راسب ابيض. طيب التجربة اللي بعد كده يا شباب، محلول الملح مع كرومات البوتاسيوم فبيظهر راسب اصفر من كرومات الاسترانشيوم اللي هي دي يا شباب، كرومات الاسترانشيوم، هذا الراسب بيذوب في حمض الخليج. يبقى ادي عندنا كلوريد الاسترانشيوم في وجود كرومات البوتاسيوم فبيديني على طول راسب اصفر، هذا الراسب عبارة عن كرومات الاسترانشيوم، لو جيت ضفت له قطرات من حمض الخليج هلاقي ان الراسب بتاعي بيذوب. الاختبار الجاف زي ما قلنا، الاختبار الجاف ده اخلي بالي منه لانه من التجارب اللي ممكن تفرق لي بين مجموعة من الاملاح،
ففي حالة الاسترانشيوم وجيت خدته على سلك مثلا وحطيته على لهب بنزين، فهلاقيه بيتحول إلى اللون القرمزي، لون القرمزي. خلاص يا شباب. طيب كمان هندرس من أملاح هذه المجموعة أملاح الباريوم اللي هي البي اي والتكافؤ بتاعها ثنائي في وجود الكاشف بتاع المجموعة. دي التجربة يا شباب، دايما التجربة الأولى هي التجربة الأساسية بتاعتنا، الكاشف بتاع المجموعة محلول الملح زائد كربونات الأمونيوم والكاشف بتاع المجموعة في وجود كلوريد الأمونيوم في وجود هيدروكسيد الأمونيوم، برضو بركز عليك الثلاثة يا شباب مع بعض، فبيتكون راسب أبيض من كربونات الباريوم، هذا الراسب يذوب في الأحماض المعدنية المخففة. فاحنا واخدين المثال اهو، كلوريد الباريوم في وجود كربونات الامونيوم في وجود ايضا كلوريد الامونيوم في وجود ايضا هيدروكسيد الامونيوم، فبيديني هذا الراسب الابيض عباره عن كربونات الباريوم. طيب التجربه اللي بعد كده، بناخد محلول الملح مع كبريتات الكالسيوم، فبيتكون في الحال راسب ابيض، هذا الراسب الابيض اهو اللي هو عباره عن كبريتات الباريوم، هذا الراسب شحيح الذوبان في الاحماض المعدنيه. ادي واخدين المثال كلوريد الباريوم في وجود كبريتات الكالسيوم، فبيديني راسب ابيض في الحال من كبريتات الباريوم. التجربه اللي بعد كده، محلول الملح يا شباب مع حمض الكبريتيت كحمض الكبريتيك المخفف، فبيظهر الراسب ابيض من كبريتات الباريوم، هذا هو الراسب الابيض يا شباب، وهذا الراسب لا يذوب في في الاحماض المعدنيه. يعني لو خدت كلوريد الباريوم اهو في وجود حمض H2SO4 المخفف، فبيديني على طول الراسب الابيض من كبريتات الباريوم. طيب التجربة اللي بعد كده، محلول الملح زائد كرومات البوتاسيوم، فيتكون راسب أصفر من كرومات الباريوم، هذا هو كرومات الباريوم، هذا هو الراسب الأصفر، هذا الراسب لا يذوب في حمض الخليك ولكنه بيذوب في الأحماض المعدنية. أدي المثال اللي احنا واخدينه يا شباب، كلوريد الباريوم في وجود كرومات البوتاسيوم، فبيديني راسب أصفر من كرومات الباريوم. اختبار الجاف رجع معانا تاني، وكمان يا شباب زي ما قلت لك خلي بالك مهم عند وضع املاح الباريوم على سلك بلاتيني او سلك معدني وتعريضه للهب بنزين، فيتحول الى اللون الاخضر المصفر، الاخضر المصفر.